بالعودة مشاهدينا إلى زيارة الودية للرئيس الأسبق اليمين زروال لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية. الزيارة التي اختتمت منذ لحظات حيث تشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي أبى إلا أن يقوم بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية نظرا للارتباطات القديمة والقوية جدا بينهما، كلها مودة واحترام متبادل. وعقب الاستقبال أدلى الرئيس الأسبق اليمين زروال أدلى بالتصريح التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة لسيادة الرئيس لأنني التمست منه منذ أن قام بحملته الانتخابية حتى اليوم الإرادة القوية والإرادة الصلبة لبناء الدولة الجزائرية الجديدة. هذه الدولة اللي كانت حلم شهدائنا الأبرار واللي ندى بها الملايين من الجزائريين والجزائريات أثناء قيامهم بثورتهم السلمية والفريدة من نوعها. وأنا اليوم كمواطن أعتز كل يوم أكثر فأكثر بانتمائي لهذا الشعب العظيم. وشكرا. في